تخيل الناس دي يا جماعة، انت اللي راح دمياط في التسعينات والالفينات حتى بعد الثورة بيتفرج على دمياط دي مفيش ركن فيها، مفيش فيه شغل. بص بقى الناس بتقول ايه هناك. دمياط تراجعا كبيرا في صناعة الأساس مما أدى إلى إغلاق الورش الصغيرة، والآن لنا عدة لقاءات لننظر معا في هذه المشكلة. تعرف بحضرتك؟ شاكر عبد اللطيف زقزوق. طيب أعطيني وجهة نظر حضرتك في مشاكل صناعة الأساس اللي تعرضت لها دمياط في الفترة الأخيرة. تعويم الجنيه، تعويم الجنيه غلى الأسعار على كل الناس. المنتج بتاعنا إحنا كمحافظة دمياط ككل صناعات شغلتنا وأكل عيشنا ورزقنا كله على صناعة الأساس. المنتج ده مين اللي بيشتريه؟ مش الشباب؟ هل لما شاب بنت زيك ولا زي غيرك ولا زي غيرك لسه متخرجة أو بقى لها 10 سنين متخرجة بتاخد لها 2000 جنيه، بتاخد لها 3000 جنيه، بتاخد لها إيه اللي بتاخده؟ هتجيب منين عشان الشاب هيجيب منين عشان يتجوز؟ الشباب فشل بسبب إن هم مش عارفين يعيشوا. بقول للشاب أنت يا ابني ماشي في الفساد ليه؟ قال لها حاجة، أنا عشان أقول للبنت سلام عليكم بدي أجيب شوية جاتوه بسبع 8000 جنيه، بدي عشان اقدم لها شبكه اجيب لها شبكه ب 30 40000 جنيه، بدي عشان اعمل ليله عشان هي تفرح وانا افرح بدي اجيب لها 50 60000 جنيه، وكل ده انا لسه بقول سلام عليكم. كل ده انا لسه بقول ايه سلام عليكم، امال لما اجي اتجوز افرش شقه افرشها بكام؟ يا عم سيبنا اشرب بانجو يا عم. انت عارف بحضرتك؟ ايه مجدي شعيب. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب اعطينا راي حضرتك في مشاكل الاساس اللي تعرضت لها مدينه دمياط. بيني وبينك ما عادش لاقيين ناكل. عيش دمياط بقت تحت السيف، ولادنا طلعناه من المدارس، ما عادش معانا نجيب سلاح تلميذ كل شويه للطالب، طلعناه من المدارس. واحد زي ابني اهو طلع من المدرسه، ها وضع البلد كله تعاسه. انا عشت 67 ايام النكسه، كنا بناكل وبنشرب. هاتي لي ورشه كده مفتوحه في ويك يا دمياط، ما عادش. احنا بقينا تحت السيف، بقينا قلة العالم. نتعرف بحضرتك يا فندم. محمد عجوه. اهلا بحضرتك يا فندم. الخشب اللي كان ب 1700 النهارده بقى ب 52، نروح فين ونيجي منين؟ والناس كلها ميته والناس كلها ما عادش لاقيه. اي نجار النهارده مدينته دلوقتي واقف 400 500 ومش عارف يسد. اللي باع ثلاجه بيته واللي باع عفش بيته واللي باع كل ما يخطر على باله باعه. في عالم ما عاد نسبه الطلاق زادت في دمياط زي حدود ايه؟ من ما فيش. فعلا بتطلع بيوتي مش عارف اتاكل عيالي، مش عارف اتاكل عيالي. ده حقيقه طه، مش عارف اتاكل عيالي. الناس دمياط ماتت، واللي جاي اسوء واحد. سبعه زياده البنزين وزياده كل حاجه وزياده الخشب. متر الخشب بيدفع عليه في الجمارك في مينا دمياط 1200 جنيه. لمين؟ عشان ايه؟ ليه الغلو ده من 1700 ل 5200؟ النجار هيزود ايه؟ وفوق في حال التصدير قليل، ما فيش بيع ولا شراء، والزبون ما بيشتريش. والزبون ما بيشتريش. انا بكلف طاق 3480 جنيه، اما اروح للزبون يقول لي انا باخده ب 3300 ومانيش عارف ابيعه، يبقى انا بخسر كام؟ 380 جنيه. انا عملت له ورقه كده كشف الاسبوع اللي فات ورحت اديته له، قلت له كشف الطقم اللي انت بتاخده بخسر فيه 180 جنيه. قال لي هتشوف ايه. انا عايز اعرف هو فتح مدينه الاساس على اي اساس؟ علشان احنا نروح نشتغل عنده؟ مش هنروح نشتغل عنده. لا عشان يلم فلوس. احنا قالهم يجي. استنى يا عم الحاج، هنروح نشتغل عنده؟ مش هنروح نشتغل عنده. انا هاكل طوب ومش هروح هناك اشتغل. انا عن نفسي انا ورشتي مقفوله، مكن ربوب ومنشار ومنقار وحلايه وعشر صناعيه كنت بشغلهم، عشره، ثلاثه نجارين وعشر ايماجيه فاتحين بيوت. الوقت نايمان، هاكلوا بيتهم عيالهم منين؟ هاكلوا عيالهم منين؟ انا واحد قدام الناس اهو، الناس دي كلها عارفه ان انا فاتح مصلحه. أنا الراجل أومياجي، ما احناش عارفين نمشي بيوتنا، ما احناش عارف أمشي بيتي أصلا، بيتي ما احناش عارف أمشيه. بناكل مرة في الأسبوع والباقي لا، قاعدين ما بنشتغلش. كانت معكم لمياء نجم. ده من داخل دمياط. في طبعا كلهم يعني ضميطة أصلة صناعية. الراجل اللي الصناعي المحترم الضخم ده بيقول ده لسه كمان في 1.7. عشان كده بنقول لك اعمل الحمله، اتكلم. مش احنا، مش محمد ناصر اللي قالها، مش قناه مكملين اللي قالتها، مش معتز مطر اللي قالها، ده الراجل دمياطي
بيقول ده لسه كمان في 1/7 لما البنزين يغلى وبتاع. الراجل العالي اللي كان موجود في التقرير الراجل بيقول استنى كمان لسه 1/7 ده واحد مواطن عادي اهو، مواطن كان عنده ورشة قفلها. اسمع الراجل ده في اخر جملة وبيقول ده لسه كمان 1/7. نسمع كده. فضلت واقف 400 500 ومش عارف يسد، اللي باع تلاجه بيته واللي باع عفش بيته واللي باع كل ما يخطر على بال باعه. في عالم معدل نسبه الطلاق زادت في دمياط زنح حدود ايه من ما فيش. فعلا بتطلع بيوتها مش عارف اتاكل عيالها، مش عارف اتاكل عيالها. ده حقيقه طه، مش عارف اتاكل عيالها. الناس دمياط دمياط ماتت، واللي جاي اسوأ. 1/7 زادت البنزين وزادت كل حاجه وزادت الخشب. متر الخشب بيدفع عليه في الجمارك في مينا دمياط 1000. اظن ده مواطن عادي جدا، مش مذيع على قناه متهمه بانها كذا. ده مواطن بيقول واللي جاي أسوأ. عشان كده وعشان الناس دي بيوت اتخربت، بلد منتجة جدا اتخرب بيوت الناس. وزي بيقول الطلاق زاد، والراجل التاني اللي فتح ورشة كان فيها 10 صناعية سرحهم وهو قفل ورشته. الأسوأ قادم، الأسوأ قادم.